خلينا نروح لخبر تاني بقى كريم، لان خبر مهم والاتحاد الدولي فيه لكره القدم طبعا الفيفا خلاص اعلن فتح باب تقديم هنا الطلبات للمشاركه في برنامج المتطوعين لكاس العالم لكره القدم قطر 2022. اعتقد الخبر ده كان ناس كتيره جدا منتظراه. احنا بنتكلم ان هي تحديدا في 20,000 متطوع هيعملوا في 45 مجال. 20,000 برضو اعتقد رقم جيد، يعني ان انت تتكلم طبعا في 45 مجال، بس في اشتراطات طبعا الفيفا برضو حاططها وضعتها. يعني اول حاجه لازم يكون عمر المتقدمين 18 سنه في اكتوبر المقبل، وبيتمكنوا من تقديم طلباتهم من خلال منصه الفيفا بشرط طبعا اجاده اللغه الانجليزيه، ادي تاني شرط. وما بيشترطش هنا بقى يكون ليهم اي يعني خبره سابقه. بيرحب طبعا بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافه انحاء العالم، وهيعمل المتطوعين في 45 مجال زي ما كنت بقول لحضراتكم خلال المونديال. الموقع المواقع الرسميه وغير الرسميه كمان للبطوله زي الملاعب ومراكز التدريب والمطارات ومنطقه المشجعين وكمان الفنادق، يعني كل حاجه لوجيستكس وكل حاجه. وده هيقام طبعا زي ما حضراتكم عارفين من فتره من 21 نوفمبر ل 18 ديسمبر، وكمان هتبدا بعض الوظائف التطوعيه من 1 اكتوبر. فبرضه فرصه حلوه للشباب، أكيد هتلاقي اكيد ناس كتير جدا هتكتسبوا خبرات حلوه جدا، وهتبقى ذكرى ما تتنسيش بالنسبه لهم. فكره ان انت طرف ايا كان حجم الطرف ده طبعا ايه، بس من حدث عالمي رياضي كبير حاجه لطيفه جدا.